السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. استشهاد امرأة وإصابة أخرى وطفلها بقصف حوثي غرب تعز. الصحة العالمية: آلاف اليمنيين بحاجة إلى الغسيل الكلوي للبقاء على قيد الحياة. تفاصيل الأنباء يستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. استشهدت امرأة وأصيبت أخرى وطفلها بقصف شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة تعز، واستهدفت ميليشيا الحوثي منازل المواطنين في قرية حمر بعزلة المجاعشة بمديرية مقبنة غرب تعز بقذائف الهاون، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة أخرى وطفلها وتضرر عدد من المنازل، فضلا عن نفوق عدد من المواشي. يأتي ذلك ضمن سلسلة الجرائم الحوثية المستمرة بحق المدنيين في المحافظة التي تحاصرها الميليشيا منذ 8 سنوات. وخلال نحو أسبوع قتل وأصيب 15 مدنيا بينهم أطفال ونساء بقذائف وقناصات ميليشيا الحوثية الإرهابية في عدد من مديريات المحافظة. فجرت ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا السبت جسرا في طريق بديلة تربط محافظتي تعز ولحج. وقالت مصادر محلية بأن ميليشيا الحوثية قامت بتفجير الجسر الواقع في منطقة المغنية بمديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج، والتي تربطها مع مديرية الراهدة بمحافظة تعز بحسب موقع سبتمبر نت. ووفق المصادر فإن واقعة التفجيرات أدت إلى توقف الخط البديل بين محافظات تعز ولحج وعدن بشكل كامل. وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعي ميليشيا الحوثي الإرهابية لإطباق الحصار المفروض على مدينة تعز، والتي تفرض عليها حصارا منذ 8 سنوات. أصيب طفل بجراح بليغة إثر انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة البيضاء. وقالت مصادر حقوقية بأن الطفل علي عوض علوي صالح الجرمي البالغ من العمر 16 عاما من أبناء عزلة الوسط قرية عمار في مديرية نعمان أصيب جراء انفجار لغم أرضي مساء الجمعة الفائتة. يشار إلى أن 3 أطفال من أبناء المحافظة لقوا حتفهم الشهر الفائت بانفجار لغم حوثي في مديرية الزاهر. طالبت منظمة مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عن الصحفي اليمني يونس عبد السلام الذي اختفى في أغسطس 2021 في صنعاء شمال اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون. وقال جونثان داغر رئيس مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود إن احتجاز الصحفي يونس التعسفي لأكثر من عام إذ أثر على صحته العقلية ورفاهيته، حيث يحتاج إلى عناية طبية عاجلة، والأهم من ذلك أنه يحتاج إلى الإفراج عنه داعيا الحوثيين بشكل عاجل إلى إطلاق سراحه. وأفاد شقيقه سلطان الذي تمكن من زيارته في السجن أن الصحة العقلية للصحفي البالغ من العمر 28 عاما قد تدهورت بشكل كبير في الأشهر 14 التي قضاها في السجن، وقد حرم مرارا وتكرارا من الزيارة الطبية على الرغم من إصدار مستشفى الصحة النفسي الحكومي في صنعاء شهادة تفيد بأنه بحاجة إلى علاج منتظم وإشراف طبي، لا سيما بعد أن فقد نصف وزنه تقريبا. هددت ميليشيا الحوثية الإرهابية معلمي إحدى كبريات المدارس الخاصة في صنعاء بالإخفاء القسري بعد أن وجهت بمنعهم من دخول المدرسة بسبب مطالبتهم بحقوقهم. وبدأ المعلمون في مدارس النهضة الثلاثاء الماضي إضرابا كليا بعد رفض ما يعرف بالحارس القضائي وإدارة المدرسة الاستجابة لمطالب المعلمين بزيادة أجورهم بحسب ما تم إقراره والاتفاق عليه في بداية العام الدراسي الحالي. وجاء إضراب المعلمين عقب سلسلة احتجاجات للمطالبة بحقوقهم من الجهات المسيطرة على المدرسة ممثلة بإدارتها والحارس القضائي. وبسبب الإضراب خرج الطلاب المدرسة إلى الشوارع المحيطة بها وعبروا عن غضبهم لتوقف المدرسة بالاشتباك مع أمن المدرسة، وقذفوا إدارة المدرسة بالحجارة والزجاجات الفارغة، وهتفوا مطالبين بإعادة الأموال التي دفعها أولياء أمورهم إلى المدرسة كرسوم أو متطلبات دراسية.
أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد أن آلاف المرضى من مرضى الكلى اليمنيين بحاجة إلى الغسيل الكلوي للبقاء على قيد الحياة وللحفاظ على صحتهم. وقالت في بيان لها إنها مستمرة بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتزويد المرافق الصحية بمعدات غسيل كلى ومستلزمات ودعم مالي لازم لاستمرارية تقديم خدمات الغسيل الكلوي لما يقارب من 3500 مريض في جميع أنحاء البلاد. وأضافت بأنها تدعم 27 مركزا لغسيل الكلى في جميع أنحاء اليمن بعلاجات أسبوعية، كما تقوم بتقديم ما يقارب من 37 ألف جلسة غسيل كلوي للمرضى اليمنيين كل شهر بتكلفة مالية ضئيلة. وأشارت إلى معاناة المرضى الذين يضطر الكثير منهم إلى القيام برحلات طويلة شاقة ومكلفة مرتين في الأسبوع للوصول إلى مراكز غسيل كلى وتلقي العلاج والعودة إلى منازلهم. قال مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة دكتور عوض بن مبارك بأن استمرار موجة النزوح إلى المحافظة شكل ضغطا على المرافق الصحية، وأضاف بأن محافظة المهرة ارتفع عدد سكانها خلال السنوات الأخيرة وهي بحاجة إلى التفات من وزارة الصحة لرفع كفاءة القطاع الصحي بالمحافظة تلبية لاحتياجات المرضى. المرة دائما ترحب بالنازحين في محافظة المهرة، ولكن النازحين شكلوا ضغط غير عادي على مرافقنا الصحية وخاصة على مستشفى الغيظة المركزي. بموجب التعداد السكاني تعداد المهرة لا يتجاوز 200 ألف، بينما الآن التعداد السكاني الحقيقي لمحافظة المهرة يزيد عن مليون شخص. فهذه المشكلة ضغط غير عادي على مرافقنا الصحية. نتمنى من الأخوة في الجهة الوزارية التعاون معنا في توسعة المرافق الصحية وفي تزويدها بالأدوية وبالمستلزمات الطبية بحيث نحن نقوم بتقديم خدمة أفضل للمواطنين وخاصة النازحين أو الوافدين من محافظة المهرة. أتمنى من الأخوة في وزارة الصحة العامة والسكان النظر لمحافظة المهرة من حيث تزويدنا بالأدوية من حيث المستلزمات الطبية، ولا تعتمد على التعداد السكاني الذي أجري في عام 2004 تقريبا. فهذا التعداد أثر علينا وأثر على مصالح المحافظة بشكل عام فيما يخص التنمية بشكل عام. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. استشهاد امرأة وإصابة أخرى وطفلها بقصف حوثي غرب تعز. الصحة العالمية: آلاف اليمنيين بحاجة إلى الغسيل الكلوي للبقاء على قيد الحياة. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في رعاية الله.